بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، أسعد الله مساءكم بالخير. واليوم سوف أستغل هذه الدقائق في إرسال رسالة لعلها تصل إلى أطراف أريد أن تصل إليهم. عندما نقارن المجتمع اليمني مع المجتمعات الغربية، لا نقصد بذلك أنه يجب أن تحصل معجزة داخل المجتمع اليمني، وإنما ندرك أن هناك إشكاليات معقدة تجعلنا ننظر إلى الوضع الاقتصادي والوضع التنموي والوضع التعليمي والوضع الصحي وكأنهم فعلا كائنات موجودة في جوف بئر برهوت، وعلينا إخراجهم حتى يدركون أن العالم آخر غير الذي موجود داخل البيئة. نحن ندرك أن أيضا النخب السياسية الموجودة لدينا فعلا عايشة داخل هذا البيئة، بئر برهوت، فلذلك لا يستطيعون أن يستوعبوا المتغيرات الموجودة في الخارج، فيظنون أن الكذب هو السياسة، ويظنون أن اللف والدوران هو الاقتصاد، ويظنون أن مشعل الأرقام هو عبارة عن البيانات، ويظنون مع العلم أن الأمر مضحك. مضحك كثير جدا، وأعطيكم مثال بسيط جدا على سبيل المثال. المجتمعات دائما التي لا ترتكز على عقولها تنتكس نكسات كثيرة جدا وتقع في قعر بئر لا تخرج منه بسهولة. ونحن عندما ننظر إلى أبنائنا الموجودين في الاغتراب، فيجب علينا أن نستغلهم أنهم هم الجسور التي ممكن أن توصلنا إحنا إلى نقطة. بمعنى ذلك، هناك مقولة تقول إذا كان العمالقة ينظرون في هذا الاتجاه ويتحركون في هذا الاتجاه وكنت لا تستطيع أن تشاهد كونك تحت الأقدام، فما عليك إلا أن تتسلق على أكتاف العمالقة حتى تعرف أين الاتجاه. معرفة الاتجاه معنى ذلك نقلص الفجوة الحضارية. نحن نحاول قدر الإمكان أن نوصل رسائل من خرم الإبرة عن طريق الفيسبوك حتى تصل رسائل لعل الجميع أو لعل الكثير يدرك أنه يجب علينا أن نتغير، والتغيير دائما يكون من الداخل. لذلك تحدثنا عن العوامل المغيرة والتي نمتلك فيها الأساس. المجتمع الألماني الآن سوف يتحرك بعد أسبوعين إلى انتخابات، بعد أن قضت السيدة ميركل ما يقارب من 16 عام في السلطة. عندما جاءت ميركل إلى السلطة في عام 2005 كان الدخل القومي 2380 مليار يورو، واليوم سوف ترحل وسوف تترك الدخل القومي ما يقارب من 3380 مليار يورو. بمعنى ذلك حققت نجاحات كبيرة جدا في تحسين حياة الإنسان الألماني، ورغم ذلك سوف تنتهي بعد شهر، ولن نذكر السيدة ميركل وما قامت به كان عملها، ولن نسميها لا زعيم، ولن نعطيها أي ألوية حراسة، ولا يحزنوا، سوف تأخذ 3 موظفين معها وانتهى الأمر. أيضا عندما جاءت في عام 2005 كان معنا العطالة ما يقارب من 5 مليون، واليوم لدينا تقريبا ما يقارب من 2.7. بمعنى ذلك حققت إنجازات في هذا الأمر. وعندما ننظر إلى الإنفاق في مجال الرعاية الاجتماعية، فقد رفعت ذلك من 18 أو 19 مليار يورو إلى أن وصلت إلى 28 مليار. بمعنى ذلك أن الطبقة الفقيرة اليوم لديها كثير من المال أكثر مما كان في عام 2005. وهنا نجد أن المجتمعات الغربية تبذل الجهود في اتجاه صحيح، ترسم لها أهداف، سقف للأهداف، ويحاول قدر الإمكان أن يصلوا إليه. نحن في المجتمع اليمني نرسم أهداف لكن لا نتجه إليه، نتجه في الاتجاه المعاكس. فالدخل القومي كان المفروض أن يكون الآن 52 مليار، لكن مع الأسف الشديد نزلنا من 34 إلى أن وصلنا الآن إلى 24 مليار. أيضا إيرادات الدولة لا نحتكم عليها، والدولة الآن تعاني الكثير الكثير وتستقد المجتمعات الغربية والشرقية حتى يتم جمع يعني قيمة معينة لمواجهة أعباء الكارثة الإنسانية، والتي وصلت في الفترة الأخيرة قبل 6 أشهر إلى مليار 700 مليون دولار. وسوف نجد أننا فعلا لا نمتلك لا مشاريع استراتيجية ولا خطط معينة ولا نتجه إليها، لدرجة أنني أسأل نفسي سؤال: ما الذي يجعل الطبقة الموجودة في المشهد السياسي لا تجد أي حلول ولو على مستواها، على مستواها في تحسين إدارتها، في إصلاح مشاريع لا تنتهي بعد موسم الأمطار، في إنتاج مشاريع أو بناء مشاريع على الأقل تكون عبارة عن حيوانات مخصبة لتنمية ولو كانت ضئيلة؟ نحن لا نريد أن ننافس الآن المجتمعات الغربية، وإنما نريد أن نستمر أقلها نحافظ على كرامة الإنسان اليمني عند وجبة كل غداء. قبل فترة اتخذت الحكومة مثلا قرار لرفع التسعيرة الجمركية، رفع التسعيرة الجمركية وصفق الكثير لذلك، لكن انظر إلى الموضوع أنا أن هذا ليس وقت ذلك. والسبب الأول والأخير أن الحكومة اليمنية لا تحتكم على المواني ولا على الحدود البرية والبحرية ولا على الحدود ولا على المنافذ الجوية. ومن هنا نجد أن الإيرادات للدولة من هذه المنافذ والمواني لا تصل إلى ما بين 30 إلى 40%. بمعنى ذلك هناك 60% من هذه الإيرادات تختفي من أمام الدولة،
وهنا يجب أن نسأل أنفسنا سؤال: أن الفكرة بحد ذاتها لتخفيف العجز في موازنة الدولة برفع التسعيرة الجمركية صائب، لكن ليس في هذا الوقت، والدولة لا تحتكم إلا على 30 إلى 40% من الإيرادات الجمركية. فكان الأجدر أن تتملك الدولة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى آخره والمواني، وبعد ذلك ننظر أين تذهب هذه الإيرادات الجمركية، ثم ننظر هل هناك ضرورة لرفع التسعيرة الجمركية أم لا. هذا مثال بسيط جدا يجعلنا فعلا أمام إشكالية معقدة في فهم أساسيات الدولة. فلا مشاريع ننجح بها ولا مناهج ننجح بها، حتى المشاريع تنتهي بعد موسم الأمطار، ونجد أن المشاريع التي نتحدث اليوم عليها سوف نبدأها غدا بسبب لم نضمن الاستمرارية ولا الديمومية، لأن كل إنسان فينا يعيش بنوع من الارتجال. وصحيح الفكرة أننا نعيش في بئر برهوت، كلنا داخل البئر ونظن أن هذا هو كل العلم وهذا هو يعني نهاية العلم، وعلينا أن ننهج هذا الشيء ونستمر بذلك الأمر، وفي نهاية المطاف لا ندرك أن هناك شيء وراء البئر، ووراء البئر أن هناك عالم يتحول في الوقت الحالي بعد أزمة كورونا، وسوف نجد أنفسنا تقريبا بعد 10 15 سنة عالم تائه، سوف نرهن الثروات المعدنية الموجودة في بطن الأرض من أجل لقمة العيش، وسوف نجد أن العالم هذا يتحول بشكل كبير جدا. فهل يعقل مثلا على سبيل المثال أن شركة إنتاج الحفاضات، صناعة الحفاضات بامبرز، دخلها أو إيرادتها أكبر من الدخل القومي لليمن بمعدل ضعفين؟ وهل يعقل مثلا على سبيل المثال أن هناك شركات عابرة للقارات دخلها تجاوز 1000 مليار، ونحن مجتمع نبحث على 1.7 مليار دولار حتى فعلا يعني نشتري سلات الغذاء؟ إذا الخلل موجود فينا، وعلينا الآن أن نركز أكثر أنه يجب علينا أن نبني اليمن أما بالقواسم المشتركة ما بيننا، بحيث نتجه إلى الاتجاه الملائم والمناسب، ونحاول قدر الإمكان أن نفجر طاقة المجتمع في الإنتاج والتنمية والإبداع بعد أن نهتم بالإنسان اليمني. غير ذلك لن تجدوا أنفسكم إلا في قعر بئر برهوت. والسلام عليكم ورحمة الله.